ونعود إلى هذا الخبر، حيث ذكر ناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية أنه بدعوة من حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يشارك إطار من وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية في أشغال الورشة حول السلام والازدهار التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة اليوم وغدا. وأضاف المتحدث أن المشاركة في هذه الورشة التقنية والقطاعية تتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية وكذا عدد من المنظمات الإقليمية والدولية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المشاركة تأتي انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حل دولتين تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.